كاسة الأهلي في النيجر، والنهاردة ليلة المباراة، المباراة غدا إن شاء الله الساعة 4 بتوقيت القاهرة، وبالتأكيد الكل محتاج يطمن على البعثة والأخبار. النهاردة النادي الأهلي بيختتم تدريباته استعدادا لمباراة سونيديب بطل النيجر، لكن التدريب الختامي اليوم هيكون على ملعب المركز التقني التابع لاتحاد الكرة. قدامكم على الشاشة ده التدريب على الملعب اللي هيستضيف المباراة غدا، لكن طبعا في نفس التوقيت وأنا معاكم في مباراة أخرى بتتلعب في الكونفدرالية على نفس الملعب، فبالتالي تم الاتفاق ان الأهلي يتمرن على ملعب المباراة امبارح، والنهارده الفريق بيتمرن على المركز التقني التابع لاتحاد كرة القدم في النيجر، وده بيبتعد عن فندق الإقامة حوالي 30 دقيقة. الأهلي النهارده في الاجتماع الفني تم الاتفاق ان الأهلي هيرتدي الزي الأحمر أمام سونيديب، وحضر الاجتماع الفني الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والمكلف برئاسة البعثة، ووائل محمد إداري الفريق، والدكتور عمرو محب مترجم الجهاز الفني. وأصفر الاجتماع عن الأهلي يرتدي التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر، بينما فريق سونيديب بطل النيجر هيرتدي القميص والشورت والشراب الأبيض، القميص والشورت الأزرق والشراب الأبيض. وتم الاتفاق أن الموعد وصول الفريقين إلى ملعب سيني كونيتشي قبل المباراة بساعة ونصف، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. النهارده في محاضره فيديو للاعبين مساء اليوم، طبعا في ختام البرنامج اليومي بعد وجبه العشاء هيكون في محاضره فنيه، والجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني كان شاهد عدد من المباريات خلال الفتره الاخيره. كان في اجتماع فيديو كونفرنس عقده بيتسو موسيماني هنا من القاهره مع جهازه المعاون بقياده كيفن جونسون المتواجد حاليا في النيجر، وطبعا كلنا عارفين ان بيتسو موسيماني لم يلتحق بالبعثه نتيجه اصابته بفيروس كورونا، لكن باذن الله ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه يتعافى ويكون موجود مع الفريق قبل مباراة الزمالك، نتمنى يا رب بإذن الله. بعثة الأهلي هتعود للقاهرة بعد انتهاء المباراة غدا. بعد المباراة مباشرة الفريق هيتوجه من الملعب إلى المطار مباشرة، خاصة الفريق كان سافر في رحلة خاصة، وهتكون العودة إن شاء الله فجر يوم الخميس. طبعا المدير الفني لسونيديب قال مواجهة الأهلي مواجهة تاريخية، وقال كلام مهم جدا بخصوص النادي الأهلي. لكن في لقاء مهم جدا اجراه زميلنا فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي الموجود مع البعثه في النيجر مع اقبى محمد دبشار، هو المدير الفني لفريق سونيديب بطل النيجر. نشوف تصريحات المدير الفني للفريق ونخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. كل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من نيامي مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق سونيديب في مباراه الذهاب لدور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. عقب انتهاء الاجتماع الفني الخاص باللقاء يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن محمد بشار المدير الفني لفريق سونيديب. كابتن محمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، و نقول استعداد، طمنا على استعداد فريق سونيديب لمواجهه فريق النادي الاهلي، عارفين ان هي مباراه صعبه سواء على النادي الاهلي او على فريق سونيديب، لكن طمنا على الفريق واستعدادكم لمواجهه النادي الاهلي. Yeah, the only preparation we have is that a match against El Hilal is an opportunity for us to also showcase maybe the level that we are coming, because El Hilal is already up there. They are the best team so far in Africa for now. So playing against El Hale, it is a very difficult match, not for us. Not for us. No pressure. Because everybody knows where El Hale is and where Sonadeb is. الماتش قدام النادي الاهلي بقيمه النادي الاهلي ده علامه كويسه ليا ان احنا وصلنا لمستوى عالي، واحنا بنلعب من غير اي ضغوط، لان احنا بنلعب ضغوط مش علينا على النادي الاهلي، احنا بنلعب ما فيش حاجه نخسرها. احنا بنلعب قدام نادي كبير زي النادي الاهلي فما فيش عليها ضغوطات. شايف ان القرعه وان هي توقعه في مواجهه فريق النادي الاهلي، هل كان يتجنب هذا الامر؟ Yeah, it is when we saw the ballot, then we know maybe after Mogadishu, El Hale is waiting for anybody of us. We think the best thing is to get Mogadishu out so that we may come and get a match against El Hale. So that maybe we may test our pedigree. Are you happy for the draw or not? Yes, I'm so happy with the draw. I'm so happy with the draw. بيقول احنا من الاول خالص كنا عارفين القرعه ان هنلاعب فريق مقدرش ونكسبنا نكسبها، هنلاعب النادي الاهلي، وكان عندنا يعني الحميه والحماس ان احنا نكسب المقدرش عشان يبقى عندنا فرصه نلعب قدام الاهلي. فسالته طب القرعه دي انت كنت سعيد بيها ولا لا؟ قال لك كنت سعيد جدا ان هلعب مع النادي الاهلي، ان القرعه اوقعتني مع النادي الاهلي.
يعني على الرغم ان فريق سنوديب حديث العهد، لكن يعني نقدر سريعا وصل لمنصات التتويج، حقق الدوري وحقق الكاس وبدا مشاركاته الافريقيه. Yeah, our participation in Africa, it is very good for us. Especially this our match against El Ahly. What I know is that it is going to go down in the history for both clubs. Our players will have an exposure. It is going against, maybe it is plus for them. I've ever played a match against El Ahly. بيقول ان المشاركه الافريقيه، بيقول اه طبعا هو حقق انجازات ومشاركات افريقيه زادتهم خبرات، خاصه في ماتش زي ده زي قدام النادي الاهلي، حاجه زي كده تسعدهم وحاجه زي كده بتحط لاعبتهم في التاريخ، بيكتبوا تاريخ لبناتهم، التاريخ بيقول للفرقتين يعني الاهلي والسويداف انه اول ماتش يتلعب بين الفرقتين، واللعيبه ممكن تدخل التاريخ لو عملت نتيجه كويسه، بيقول ان حتى هيحكوا لاولادهم ان هم في يوم ايام لعبوا قدام النادي الاهلي. حاليا شايف ان مواجهه الذهاب هتكون اصعب ام مواجهه الاياب؟ game at home is really difficult or the away game? Mostly the home game is a little bit difficult. But the next away game there, it is just a game that we wanted to find opportunities for most of our young boys who are upcoming. So there's not going to be any pressure on us. بيقولوا ماتش الذهاب طبعا هيكون فيه ضغوطات اكتر على اللاعبين، في ستريس على اللعيبه اكتر، لكن ماتش العوده مش هيبقى فيه ضغوط لان اللعيبه صغيرين هيحاولوا يثبتوا نفسهم ويبينوا نفسهم، فهو لو في ضغط على اللعيبه هيبقى في الذهاب مش في العوده. اهم التعليمات اللي يقولها للاعبين، خاصه انت بتلعب النادي الاهلي وهو متوج ببطوله افريقيا وهو البطل الاخير لدوري ابطال افريقيا. The only thing is our excitement is we made a match, we try our best to have a match against El Ahly. To help us in our careers and then to help the Nigerian people to have opportunity to see El Ahly here. بيقول هو التعبات هو استمتع والعب ماتش كويس وادي مباراه كويسه عشان تدي فرصه لجماهير نيجيريا نشوف النادي الاهلي بيلعب هنا وبتعمل مباراه كويسه قدامه. احنا بنشكره ونتمنى له التوفيق، بس بعد المباراتين، مباراه الذهاب ومباراه الاياب. الاهلي هو اند اواي. ان شاء الله. I know we are thank you for wishing us good luck, but I know the game will go down into a history. Inshallah. الماتش هيتحط في التاريخ طبعا ان شاء الله. اوكي ثانك يو. اعزائي مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع الكوتش محمد بشار صاحب الجنسيه الغانيه المدير الفني لنادي سنوديب، اتكلمنا على اللقاء وقدرنا نوصل يعني نتواصل لبعض الامور الخاصه بفريق سنوديب، يتبقى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في مباراه الذهاب وايضا كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في لقاء الاياب، ان شاء الله يعني تبقى بدايه خير ان شاء الله وبدايه الوصول للنجمه العاشره باذن الله لفريق النادي الأهلي.